السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من جلسة الأعمال، وفيها إن شاء الله مجموعة من الملفات الاقتصادية المتنوعة كما عودناكم حتى 11 إن شاء الله. البداية من إعلان ديوان المحاسبة عن انتهاء المرحلة الثالثة من مشروعه الخاص بالحد من المخاطر والحفاظ على المال العام بمشاركة أكثر من 170 جهة حكومية بما فيها جميع الوزارات. صباح الخير روان. صباح النور مروان، وصباح الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. وفي ملفاتنا أيضا لهذا الصباح سنكون مع وقفة مع فقرتنا العقارية الأسبوعية، والتي نبحث فيها اليوم إتمام بناء أكثر من 3000 مبنى عقاري جديد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وهل يعد ذلك مواكبة للطلب الكبير خلال بطولة كأس العالم، وما تأثيرات ذلك على مستقبل القطاع العقاري وخاصة فيما يتعلق بمعادلة العرض والطلب. أما في فقرتنا الثالثة نستعرض فيها أحدث الإضافات إلى قطاع الفندقة والضيافة في دولة قطر. فندق ذا نيد، والذي يستعد لافتتاح أبوابه رسميا في نوفمبر المقبل، ويقع في مكان مبنى وزارة الداخلية السابق، ويتميز بتلك الإطلالة المتميزة على كورنيش الدوحة، ويعد الأول للعلامة البريطانية في قطر. نعم، ومن ثم سنتوجه بكم مشاهدينا إلى بورصة قطر وشركاتها المدرجة، حيث سنركز أولا على نتائج شركة ناقلات وتحقيقها ارتفاعات قوية على صعيد الربحية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ثم نعود لنتابع افتتاحية المؤشر العام للسوق ولماذا ما زلنا نشهد تلك التراجعات والسيولة الضعيفة. وكما عودناكم وقفتنا اليومية مع الحدث الاستثنائي العالمي وفقرة اقتصاد المونديال، وفيها العديد من الأخبار والفعاليات، وأبرزها ما أعلنت عنه وزارة الداخلية حول آليات تنظيم دخول المشجعين إلى الدولة عبر منفذ أبو سمرة، وأيضا نرصد لكم كيف تتزين كافة مباني الدولة استعدادا لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم. من بعدها مشاهدينا نبحث معكم تلك الأرقام القياسية التي يحققها مطار حمد الدولي شهرا بعد شهر، وذلك بعد إعلان استقباله خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 3,100,000 راكب بنمو نهز 75% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكذلك سنتابع أبرز المؤشرات المتعلقة بحركة الطائرات والشحن الجوية. في فقرتنا الأخيرة نقف ونناقش مع الخبراء والمختصين هذا التداخل ما بين أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط، ودفاع أوبك بلس المستميت عن موقفها من تخفيض الإنتاج وتداعيات ذلك على اقتصاد أوروبا وبريطانيا على وجه التحديد، التي اشتبكت فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية لتلقي بظلال ثقيلة على حكومة ليز تراس. على بركة الله مشاهدي الكرام، نبدأ وإياكم أولى فقراتنا لهذا الصباح، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. كشف ديوان المحاسبة عن انتهاء المرحلة الثالثة من مشروعه الخاص بالحد من المخاطر والحفاظ على المال العام بمشاركة أكثر من 170 جهة حكومية بما فيها جميع الوزارات، وتم الإعلان عن انطلاق المشروع في العام 2018 من خلال 3 مراحل، وجاء من منطلق استراتيجية ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية التي تخضع لمظلة رقابة ديوان المحاسبة. والمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نرحب
بسعادة الشيخ سلطان بن نايف الثاني مدير إدارة المخاطر والجودة في ديوان المحاسبة. حياك الله سعادة الشيخ، نشكر لكم تعاونكم معنا، حضورك اليوم. نتعرف بداية على المشروع وما هي الفكرة التي بني عليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نشكركم على الاستضافة الكريمة ونحيي أخواننا المشاهدين الكرام. طبعا المشروع هو فكرته كانت بدأت في بداية سنة 2017 وتم إطلاقه في سنة 2018، والمشروع يهدف إلى تغيير النظرة اللي كانت متعارف عليها أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي فقط يقوم بعمليات تدقيق لغرض الحفاظ على المال العام ورقابة على المال العام. فكرة المشروع أن تكون في شراكة فعالة مع الجهات اللي هي تابعة اللي تحت رقابة ديوان المحاسبة، دعم الجهات من خلال عمليات إدارة المخاطر المؤسسية اللي هي مبنية على أفضل الممارسات الدولية، فتكون في عمليات متابعة مستمرة وعلاقة شراكة مع الجهات بحيث أن الجهات تكون هي خط الدفاع الأول للمال العام من خلال تطبيق عمليات إدارة المخاطر المؤسسية مثل ما جات في أفضل الممارسات الدولية. إحنا نقوم بدعم الجهات من خلال أول شيء فتح قنوات اتصال مستمرة للاستشارات وغيرها، دورات تدريب، أيضا دعم الجهات بأدوات ومواد مبنية على أفضل الممارسات الدولية. نعم سعادة الشيخ، ما هو مفهوم المخاطر الذي نتحدث عنه هنا والذي تركز عليها الخطة؟ والله المخاطر يعني الخطر عرفته منظمة آيزو للمعايير أنه تأثير عدم اليقين على الأهداف، ربطت أن تأثير عدم اليقين على الأهداف. أنا أبسط تعريف إدارة المخاطر أن هي العمليات اللي تقوم بها المؤسسات والتعامل مع الواقع في سبيل تحقيق هذه الأهداف. فإحنا نتعامل مع هذا الأثر اللي تكلم عنه آيزو وعدم اليقين في سبيل ان احنا نحقق الأهداف المؤسسية. فإدارة المخاطر هي عبارة عن التعامل مع هذه المخاطر اللي قد تحد من تحقيق الأهداف او قد تأثر على قيمة المؤسسة. فهذه باختصار يعني شديد عملي ايش تعريف إدارة المخاطر. طيب ماذا عن الدور المنوط بديوان المحاسبة من خلال هذه الخطة، سواء في التنفيذ، سواء في الإشراف، سواء في التعاون حتى مع الجهات المختلفة؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا تواصلنا مع تقريبا كل الجهات يعني اللي ينطبق عليها المشروع، وأسسنا معاهم نقاط التواصل المستمر معاهم فيما يخص عمليات إدارة المخاطر. زودنا الجهات بأدوات ومواد لتمكنهم من البدء في عمليات التقييم وعمليات إدارة المخاطر. الهدف الأسمى في هذه المرحلة هو يعني رفع التقارير المفيدة لصانع القرار في المؤسسة. يعني احنا قد ما نقدر نمكن صانع القرار في المؤسسة انه يشوف قدامه قائمة اهم المخاطر اللي قد تأثر على المؤسسة، تأثر على سمعة المؤسسة او تأثر على اهداف المؤسسة، فهو يتخذ قرارات. لذلك في مصطلح مشهور جدا في علم إدارة المخاطر يقولون فيه اتخاذ القرارات المبنية على المخاطر. فتكون في سلم أولويات لصانع القرار أنه يتخذ القرار الأهم، وبالتالي بيكون في ترشيد لتوزيع موارد الدولة، وبالتالي هذا أيضا متسق مع أهداف ديوان المحاسبة الحفاظ على المال العام، لأن المفروض أن المال العام بيتوجه بطريقة أكثر فعالية. هذا هو المفهوم الذي أيضا ركزتم عليه من خلال المشروع، الحفاظ على المال العام. صحيح. عن طريق أي خطوات دعمتم هذا المفهوم؟ هو المشروع هو كله في الأخير يصب في الحفاظ على المال العام. يعني تأكدوا أن ديوان المحاسبة أي خطوة يتخذها هدف الرئيسي، هو الهدف الأسمى لديوان المحاسبة الحفاظ على المال العام من خلال عمليات الرقابة، وأيضا الآن في عمليات إدارة المخاطر اللي هي ما تعتبر عمليات تدقيق. يعني عمليات إدارة المخاطر هي مش تدقيق، هي عمليات دعم للجهة، عملية بناء شراكة استراتيجية مع الجهات. احنا اليوم في أي لحظة يتصل لنا أي جهة من الجهات الدولة ونروح لها لين عندها ونعطيهم، سواء إذا احتاجوا تدريب، احتاجوا دورات لموظفيهم، احتاجوا إلى أي نوع من أنواع الأدوات اللي تدعمهم في 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 تطبيق عمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات المبنية على المخاطر. كيف تمت عملية التنسيق مع 170 جهة
حكومية، آلية التواصل معهم، خطة العمل معهم؟ والله سؤالك يعني مهم جدا الصراحة. هو كانت في البداية هو كان حلم عندنا ان احنا نتواصل مع الجهات ونحقق هذا المشروع يعني. فكنا احنا متخوفين شلون بندخل السوق مثل ما يقولون، شلون بنروح بنتواصل مع الجهات. ففكرنا بفكرة طبعا ان احنا اول حاجة نبغي ندرس مدى نضج جهات الدولة في عمليات إدارة المخاطر، ونختار اكثرهم نضجا في عمليات إدارة المخاطر ونبدا معاهم مثل ما يسمونه بايلوت عشان نجرب انظمتنا. فعملنا الاستبيان وردت علينا الجهات، وعلى اساسه بدينا احنا في عمليات ان احنا تواصلنا مع هذه الجهات اللي تقريبا كانت 18 جهه. هذا الكلام كان في 2018 بدينا معاهم، وبعدها بدينا صارت عندنا اولويات للجهات حسب مثلا حجم الجهه، حسب موازنه الجهه. طبعا ما احب انا اقول حسب اهميه الجهه، كل جهات الدوله مهمه بالنسبه لديوان المحاسبه. اي جهه مهما كان حجمها دام انها تستقبل مال عام او انها مملوكه للدوله فهي مهمه جدا لنا. فاحنا بدينا بالتدريج قسمنا المشروع على عده مراحل. وقبل هذه نقطه مهمه جدا، قبل لا ننزل ونتكلم مع زملائنا الجهات كنا متاكدين ان احنا محضرين حق كل سؤال جواب، حق كل طلب عندنا لهم اللي يحتاجونه في دعمهم لتحقيق. يعني احنا مو بس نقول لهم قوموا بعمليات إدارة مخاطر، لا، احنا حتى نقول لهم كيف تقومون بافضل عمليات إدارة مخاطر بناء على افضل الممارسات. نعم، حضرتك ذكرت انه يعني احد اهم اهداف المشروع هو جعل هذه الجهات هي خط الدفاع الاول. صحيح. يعني تحقيق ذلك كيف يمكن ان يكون ممكن، والفتره الزمنيه التي نحتاجها لتطبيق هذا المفهوم على كافة الجهات؟ والله أكيد يعني عملية تأسيس أي نوع من أنواع يعني مثل هذا المشاريع هذه تحتاج وقت لغاية ما أن الجهات تبدأ يكون عندها النضج الكافي. طبعا في جهات ما شاء الله يعني معظمهم الآن يعني يؤدون شكل إحنا صراحة يعني حتى فاق توقعاتنا في عمليات تأسيس إدارة المخاطر. فهي نفس الكلام، يعني هو موضوع ان اذا كانت الجهة عندها او صانع القرار عنده معلومات عن كل العمليات اللي موجوده عنده واهم المخاطر اللي تواجه على المستوى العملياتي وعلى المستوى المؤسسي، فبيتخذ القرارات الامثل على المستوى. فلذلك عمليه اداره المخاطر هي تدعم الشفافيه في الجهه، لان صانع القرار يمكن ما عنده بعض المعلومات اللي موجوده في بعض العمليات التشغيلية، وبالتالي عملية إدارة المخاطر تزيد شفافية الجهات واتخاذ القرار. ما هو الرابط ما بين إدارة المخاطر والحفاظ على المال العام؟ أنا الله يسلمك إذا بتسمح لي بربطها مع الاقتصاد. يعني الآن لما تتكلم على سبيل المثال كل ما قوت عمليات إدارة المخاطر في الجهة وانضجت، معناته أن كل العمليات تكون وفق منظومة إجراءات صارمة في حتى أن هذه الإجراءات تحقق أهدافها. فعلى سبيل المثال للحصر، يعني لو خذنا مثلا العمليات هذه اللي كل الجهات تواجهها، هاي المخاطر اللي كل الجهات تواجهها، مخاطر اللي مرتبطة بعمليات المشتريات والمشاريع الرأسمالية، بما أن دولة قطر الآن مقبلة أو هي الآن تحت مشاريع ضخمة. فعمليات إدارة المشاريع والمشتريات هذه لو كانت في إدارة مخاطر قوية في الجهة، فمعناته كل الإجراءات وعملية اختيار المزودين وعملية اختيار المقاولين بتكون وفق إجراءات صارمة وقوية، تقلل من مخاطر عدم الأداء السليم. وبالتالي لما المورد أو المقاول يؤدي بشكل سليم المشاريع المطلوبة منه، فمعناته أن الدولة من خلال هذه المؤسسات بتدفع له في الوقت المناسب، لأنه ما راح بيكون أدى اللي عليه. فلما الدولة تدفع له في الوقت المناسب بيغطي التزاماته نحو البنوك، وبالتالي حتى المخاطر الائتمانية في الأخير المحصلة النهائية هذا كله يعتبر حفاظ على المال العام. لأن لو البنوك تأثرت بسبب أن مثلا عدم الوفاء بالالتزامات للموردين مثلا، لأن المورد لازم يحتاج تمويل من البنوك، وبالتالي هو في الأخير هي سلسلة. يعني حضرتك تتحدث عن شمولية مفهوم المخاطر تأثيره على كافة الجهات، لكن بالتأكيد هناك يعني فارق بين مؤسسة وأخرى ووزارة وأخرى وحتى بين المؤسسات والأفراد. على سبيل المثال نحن كأفراد، ما هي طبيعة المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها في هذا الإطار؟ والله يا اختي روان، يعني
انت عشان تقومين الصبح شغلتي المنبه، ضبطتي المنبه قبل تنامين ولا؟ طبعا لازم. أكيد. انت قاعده تمارسين عمليه اداره المخاطر لما تسافر، تروح ببطاقه ائتمان واحده ولا تاخذ بطاقه بنكيه احتياط معك، او مع مثلا تكون مع حد مسافر معك؟ هذه عمليه اداره مخاطر. ليش احنا ليش نقوم بعمليات اداره المخاطر؟ عمليه اداره المخاطر هي جزء من حياتنا اليوميه، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى المؤسسي. احنا نقوم بعمليه درب بشكل بسيط فقط، ان احنا نحتاج نبغي نحقق اهدافنا ونحافظ على نفسنا، نحافظ على نفسنا من الاضرار سواء الماديه او المعنويه. فعمليه اداره عمليات اداره المخاطر اصلا هي كانت جزء من حياه البشر. فبالتالي جات الجو العلماء هذول اللي الحين طلعوا لنا هذه الممارسات ودونوها وحطوها بشكل مؤسسي، ولكن هي اصلا جزء من حياتنا اليوميه سواء على المستوى الشخصي او على المستوى المؤسسي. طيب على ذكر ونعود الى موضوع التشاركيه مع الجهات المختلفه في مؤسسات الدوله، اليوم اكيد واجهتكم تحديات في بدايه هذا المشروع، ربما ما زالت قائمه تختلف من مؤسسه لأخرى. ما هي أهم التحديات التي واجهتموها في تطبيق هذه المعايير؟ والله للأمانة بشكل عام ما لقينا تحديات في تعاملنا مع الجهات، الجهات الخاضعة كانت متعاونة بشكل كبير الحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل الله، بفضل أيضا يعني أول شيء القانون اللي أصدر من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى في سنة 2016 و2017 بشأن قانون بشأن ديوان المحاسبة، وأيضا اللي هو إدارة تأسيس إدارة المخاطر، هذا من أهم الركائز. أيضا الحمد لله رب العالمين إحنا يعني رئاسة ديوان المحاسبة الإدارة العليا دعمتنا بشكل كبير في التدريب والتهيئ، إن إحنا قبل لا نوصل للجهات كيف نوصل لهم وإيش اللغة اللي نستخدمها معهم، والحمد لله رب العالمين إحنا جدا راضين على المستوى اللي إحنا وصلنا، وإن شاء الله هو أيضا في تطور. يعني أنا أقول لك من ناحية التعامل مع الجهات ما لقينا تحديات كبيرة يعني بفضل الله، ولكن أيضا إحنا في نطمح أيضا للأفضل إن شاء الله، وإحنا ماشيين ماضيين في طريقنا في علاقتنا مع الجهات كهالشيء. يعني انتهينا من تنفيذ ثلاثة مراحل تم التأسيس لها، ما الخطوة المقبلة، الاستراتيجية المقبلة، على ماذا ستركز؟ احنا الآن نحافظ على علاقة مستمرة مع زملائنا الجهات، نحافظ معاهم على علاقة مستمرة مع الجهات وتواصل معاهم بشكل مستمر. نطلب منهم أيضا أن هم إذا قاموا بعمليات إدارة المخاطر على مستواهم على مستوى كل مؤسسة ورفعوا تقاريرهم لصانع القرار في المؤسسة يعطونا عدد من هذه البيانات، عدد من هذه المخاطر خاصة لنا احنا كديوان محاسبة لغرض التحليل والخروج بإطار عمل على مستوى الدولة على المستوى الوطني لإدارة المخاطر ورفع التقارير المفيدة لصناع القرار على المستوى الوطني إن شاء الله. سعادة الشيخ سلطان بن نايف الثاني مدير إدارة المخاطر والجودة في ديوان المحاسبة، نشكركم جزيل الشكر على هذه المعلومات، إن شاء الله نواكبكم في الأيام القادمة الأسابيع القادمة لنتائج إن شاء الله هذه المبادرة إن شاء الله من ديوان المحاسبة. شكرا جزيلا لك سعادتك. لا شكرا.
مشاهدينا، في ملفنا التالي، شهدت الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إضافة أكثر من 3000 مبنى جديد إلى القطاع العقاري. شكلت المباني السكنية الجانب الأكبر منها، وهو ما يواكبه إصدار قرابة 7000 رخصة بناء جديدة منذ بداية العام الجاري. وقد تنوعت رخص المباني السكنية الجديدة ما بين قرابة 2000 رخصة لفلل سكنية ونحو 200 عمارة سكنية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 مبنى تجاري وحوالي 114 ورشة ومصنعا جديدا. للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، نشرك معنا من الدوحة السيد عبد الرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية. الله يصبحك بالخير أستاذ عبد الرحمن. يا مرحبا، صباح النور الجميع. هل تعتقد بأن هذا العدد الكبير من العقارات المكتملة يأتي لتلبية الطلب خلال بطولة كأس العالم؟ طبعا أنا أقسم التقرير إلى قسمين، القسم الأول رخص المباني والقسم الثاني إتمام البناء. اللي يهمني في التقرير كمشاريع كأس العالم هو إتمام البناء. طبعا إحنا عندنا ما يقارب 2157 رخصة إتمام بناء، و 70% منها عقارات سكنية، ومثل ما ذكرت الأخت أن 200 وحدة سكنية عماير هي التي دخلت السوق. هذا اللي يهمني طبعا، وهذا فعلا تجهيز لكأس العالم وترتيب العقارات لكأس العالم. أما بعد كأس العالم، اليوم اللي يهمنا في بعد كأس العالم اللي هي الرخص المباني التي طلعت، اللي هي 6739 رخصة، هذا لما بعد كأس العالم طبعا، ويدلك أن السوق العقاري واعد، وأن السوق متجه اتجاه تطويري. حتى لو مثلا الرؤية ما كانت واضحة بالنسبة للعقارات، لكن العقارات تظل عقارات، هي السند الوحيد للقطاع الاقتصادي والعمود الفقري لجميع القطاعات، سواء اليوم ولا بكرة ولا مستقبلا. فالاستثمار في القطاع العقاري طويل الأمد وليس بالقصير. نعم سيد عبد الرحمن، يعني الآن نقرأ بأن لدينا إصدار لقرابة 7000 رخصة بناء جديدة، كيف ترى حاجة السوق بالفعل لهذا العدد من المباني الجديدة في هذه المرحلة؟ طبعا الرقم مو هو الرقم اللي نعتمد عليه في كل تقاريرنا، لأنه يمكن إصدار رخص لكن المشاريع تتعثر، أو الشخص اللي خذ الرخصة ما قدر يحصل على التمويل، أو كثير من الأسباب. يعني نقدر ناخذ من التقرير 50% مثلا، نقول ان هي رخص مباني فعلا راح تقام وراح تطرح بالسوق. فهذا يدل ان اليوم في تطوير عقاري، في حاجه اليوم قطر لن تقف بعد كاس العالم مكتوفه الايدي، والحكومه لن تقف، يعني ما كانت كل استثماراتها اليوم فقط بعد لكاس العالم. اليوم في مشاريع كثيرة راح تطرح، مشاريع غاز، مشاريع نفط، مشاريع بنية تحتية، مشاريع الريل. يعني اليوم حتى في الاستدامة أو التطوير العقاري اللي مطروح من جهة البلدية، الصورة واضحة بالنسبة لنا، حتى بالنسبة للسكان الذي يأتون للبلد. الناس اللي جايين اليوم بعد كأس العالم كلهم ناس سكيلد، يعني كلهم ناس ذوي اختصاصات محددة، وجايين لتنمية الاستدامة اللي موجودة في قطر. فاليوم لتقديم خدمة اليوم المشاريع القادمة، فاليوم ما راح نوقف اليوم مكتوفين الأيدي. القطاع العقاري مستمر ويدعم جميع القطاعات الأخرى، فالمهندس يحتاج لسكن، والطبيب يحتاج لعقار، المطور،
الكل محتاج للعقار اليوم، فالبنية التحتية والعقار أهم مشاريع التي راح تقيم عليها مشاريع أخرى. نعم، كيف هي الصورة اليوم مع بدء العد التنازلي لبدء المونديال؟ والله شوف، بالنسبة أعتقد الرؤية أصبحت واضحة بالنسبة للأسعار وبالنسبة للمباني الموجودة. المباني الموجودة مكتفية، والأسعار قامت البالونة اللي نفخوها بعض المطورين العقاريين أنا أقول يعني انخفضت وبينت الحقيقة أن اليوم الأسعار لازم يجب أن تكون أسعار يعني طبيعية، يعني ممكن تكون بنسبة زيادة لأن أساس الحدث اللي صاير، لكن يجب أن تكون طبيعية. ومثل ما ذكرنا في عبر حلقاتكم الحلقات السابقة، اليوم الكل لازم يدعم، ندعم اليوم كأس العالم، حتى لو اليوم طلب من عندنا نسكن الناس مجانا في بيوتنا لدعم الحاجة، أنا أول واحد أعلن استعدادي، أو عقاراتنا اللي موجودة متوفرة لدينا ندعم كأس العالم، ندعم كأس العالم فعلا، والكل مفروض يعمل هذا الشيء. لكن فعلا الحقيقة بينت والصورة أصبحت يعني واضحة تقريبا بنسبة 100%، فالعقارات التي طرحت في السوق خدمت اليوم كأس العالم، والحاجة اللي موجودة حاجة راح تكون مؤقتة، ما راح تكون حاجة اليوم يعني على طويلة المدى لكأس العالم. كأس العالم كله 30 يوم أو أكثر، والناس راح تجي على دفعات، والناس راح تطلع من البلد على دفعات، يعني اليوم الأفرقة التي راح تخسر اليوم أو راح ما تفوز في مباريات كأس العالم، المشجعين راح يغادرون، فهناك تبادل، يعني ممكن العقار يسكنه أكثر من شخص، ممكن العقار نفسه أو الغرفة أو الوحدة السكنية طبعا يسكنها أكثر من شخص. وأحب أنوه في الفترة هذه خلال سنتين الدولة تلاحقت النقص الموجود، فبنت تقريبا يعني ما يقارب 70,000 وحدة سكنية. مفاجأة هذه كانت صراحة. أنا اليوم أشوف بعض التقارير مثل مدينة بروة التي يعني كانت تحت إشراف معالي رئيس مجلس الوزراء مباشرة، اليوم مشروع مثل هذا خدم كأس العالم، يعني اللي ما قدروا يسوونه ناس خلال عشرات، يعني مثلا من بداية كأس العالم صار خلال سنتين ثلاث. الفترة اللي راحت دخلت 70,000 وحدة مثل ما ذكرت لك، وهذا شيء صراحة يعني نرفع له القبعة شكل ما يقولون. هل سنشهد خلال الأيام القادمة تأثير على الأسعار بعد قراءة الطلب سواء على المنصات العالمية أو المحلية؟ شوف، 90 أو 95% من العقارات اللي كانت مطروحة أخذتها الدولة وبعقود 5 سنوات. 5% أو يعني خلنا بالغ شوية 10% هي العقارات اللي بقت للناس المطورين والناس اللي موجودين بالسوق، وهذه لا تؤثر على السوق بشكل يعني مباشرة. أنا أعتقد، وهذا اعتقادي الشخصي، أن السوق بعد كأس العالم راح يستقر. راح يحصل الخوف الشديد من المطورين الصغار، صغار المطورين العقاريين هم اللي راح يحصل فيهم هلع. وأنا أقولهم يا جماعة لا تخافون، قوم خل عقارك موجود، مصدق موجود، وأجرى بالطريقة المناسبة. لا تخاف، عقارات لها السكني، خصوصا السكني، يعني تشوف اليوم حتى لو نعود لرخص المباني نشوف أكثر 35% رخص فلا سكنية. هذا يتكلم في طلب على السكن. السكني هو ملك السوق. نعم. طيب يعني سيد عبد الرحمن، خلال الفترة الماضية كان تركيز كبير على القطاع السكني، لكن القطاع المباني التجارية أيضا فيما يبدو يشهد إضافات معتبرة. نحن نتحدث اليوم أيضا عن إضافة لأكثر من 600 مبنى تجاري. كيف ترى واقع هذه المباني في هذه المرحلة والطلب عليها والأسعار المرتبطة بها؟ شوفي، بعد كورونا الناس اتجهت لتشغيل كثير من المحلات أونلاين، فاتجاه تغير بالنسبة للتجاري، وضعف الطلب صراحة على التجاري. التجاري في انخفاض،
وهذا شيء طيب صراحة. يعني قبل أنا بغيت أفتح مشروع لازم أفكر في عقار تجاري ما يقل عن 40-50 ألف ريال. اليوم العقارات بدأت من 8000 ريال و7000 و10000 و12000. هذا يسمح اليوم لصغار المستثمرين أو المبتدئين أن يفتحوا مشاريعهم. فالطلب على التجاري راح يكون موجود ما ننكر، وهذا شيء طبيعي. التمدد السكاني، تمدد المدن الجديدة، الخدمات المتوفرة، لكن الطلب قل. شوف قبل كورونا الطلب كان يعني شيء رهيب، كان العرض قليل والطلب 10 أضعاف العرض. لكن اليوم أرى أن اليوم العقارات التجارية قل الطلب عليها، مو مثل قبل. فهذا يعطيش مؤشر أن اليوم حتى الخفاضات لو نرجع 2019 و2018 نرى أن رخص المباني التجارية كانت كثيرة، مثل ما صار معنا الضغوط في المكاتب. اليوم المكاتب متوفرة تشجع الأسعار على المبتدئين يبدون بشطة جديدة لهم وفتح مكاتب لهم، والشركات تجي تفتح مكاتب لها لأن السعر أصبح معقول. ما كان مثل قبل متر 150 و200، وهذا المطلوب في السوق. المطلوب في السوق توازن بين العرض والطلب، استقرار. واحنا ندعم الاستقرار، كل مرة نقول ندعم الاستقرار، دعم الاستقرار مهم للقطاع العقاري. إذا ما كنت يعني احنا نتمنى طبعا أن يعود إلى سابق عهده هذا القطاع المهم والرافد الحقيقي للاقتصاد القطري، القطاع العقاري، والذي مر بفترات كما تعلم يعني استقرار وركود خلال السنوات الماضية، واليوم لابد أن يستفيد هذا القطاع. وكما ذكرت لربما الصورة والتساؤل الأبرز اليوم عن الفترة ما بعد كأس العالم، كيف سيكون الوضع؟ وأنت ذكرت بأن الدولة استأجرت لمدة 5 سنوات، وهذا لربما يخلق حالة توازن كبيرة جدا في السوق العقاري، باعتبار أنه الفئة الثانية من العقارات ليست مؤثر كبير. وجهة نظرك سيد عبد الرحمن فيما سيأتي بعد كأس العالم بالنسبة للعرض والطلب على القطاع العقاري؟ طبعا نشوف المشاريع الجاية هي راح تحكم العرض والطلب، والمشاريع الجاية أكثريتها حسب اعتقادي وحسب القراءات اللي موجودة، القراءات الاقتصادية تتمثل في قطاعين مهمين، النفط والغاز والبنية التحتية. يعني هذه أهم مشروعين الدولة مركزة عليهم في الفترة الجاية، وهذولا يحتاجون طبعا يعني القطاع العقاري بحاجة يعني لهم، وهم بحاجة للقطاع العقاري. فأعتقد أن السكني إن شاء الله هو اللي راح يكون عليه الطلب الشديد في الفترة الجاية، والسكني شكل ما ذكرت هو ملك السوق. نعم. طيب مشاهد السيد عبد الرحمن ابقى معنا، سنعود إليك ونبقى في القطاع العقاري وقطاع التشييد، حيث يستعد فندق دوحة ذا الند لافتتاح أبوابه في 1 نوفمبر المقبل، ليكون الفندق هو الأول من نوعه للعلامة البريطانية في قطر. يستعد إذن مشاهدينا فندق دوحة ذا الند لافتتاح أبوابه، وذلك مطلع الشهر المقبل، ليكون الفندق هو الأول من نوعه لهذه العلامة البريطانية في قطر، حيث يقع ذا الند مكان مبنى وزارة الداخلية السابق، حيث يطل على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة. بشكل عام تصميم المبنى الأصلي جاء من قبل المهندس المعماري اللبناني الشهير ويليام صدناوي في 60ات من القرن الماضي، بارتفاع يصل إلى 5 طوابق، وتمتد مساحته على مساحة تقدر ب 515 ألف قدم مربع.
يضم المبنى أيضا 90 غرفة نوم وجناح. نتحدث طبعا عن الفندق الذي سيفتح أبوابه قريبا، والذي سيضم كذلك مرافق متكاملة تشمل 7 مطاعم، بالإضافة إلى مسبح خارجي بمساحة 30 مترا ومساحة خاصة للمناسبات سيضمها الفندق أيضا. وقد أشارت ذند العالمية إلى أن الفندق الواقع وسط مدينة الدوحة سيكون مركزا ثقافيا للاستجمام الاجتماعي والعافية وأيضا الفنون. هذا وسيكون ذند دوحة ثالث فندق في العالم ينضم إلى محفظة ذند التجارية. سبقه ذند نات مود الذي يقع في قلب مدينة نيويورك، وقد تم افتتاحه في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد تجديد المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1903. هناك أيضا ذند لندن الذي افتتح في عام 2017، وهذا الفندق يقع في مبنى ميدلاند بانك السابق في مدينة لندن، ويعود تاريخ بنائه أيضا إلى عام 1924. هذه الفنادق جميعها تتميز بطراز معماري وهندسي خاص. نعود إلى سيد عبد الرحمن النجار. يعني سيد عبد الرحمن، هذه إضافة جديدة للقطاع الفندقي، هذه المرة عبر استغلال مبنى قديم يمتلك مكان متميز على كورنيش الدوحة وله ذاكرة في قطر. بشكل عام، كيف يمكن أن نقيم ما سيتم تقديمه من خدمات عبر قطاع الضيافة والفندقة هنا في الدولة خلال كأس العالم؟ طبعا حسب التقرير اللي ذكرتي، الفندق مشهور جدا في كثير من دول العالم، مش الكثير يعني، هي دولتين والثالث قطر، لكن العلامه مميزه انها ما تطلع لل يعني تكون مثل الماس برودكشن مثل الفنادق الثانيه، لكن هي محافظه على علامتها بتميزها في الفنادق. هي تعتبر من فنادق البوتيك يعني صراحة، وهذا إضافة جديدة للقطاع العقاري من ناحية اليوم عدم التركيز على قطاعات الفنادق يعني للخدمة العامة. اليوم التميز في هذا الفندق أنه فندق مميز من ناحية الغرف، من ناحية الثقافة اللي موجودة في الفندق، من ناحية المبنى أصلا يعني المبنى تاريخي بالنسبة لنا إحنا اليوم. مبنى وزارة الداخلية بني في الثمانينات تقريبا، وافتتح في الثمانينات في ذاك الفترة، ولنا ذكريات يعني في المبنى هذا، كان مبنى عظيم يعني، كان المبنى الوحيد اللي كان موجود على الشارع هذا. فاتجاه القطاع للفنادق الفخمة الأوفر، إحنا نقول اللكجوري يعني، ما نقول الفايف ستار، هاي تعد من السيفن ستارز. هذا يعطي إن مدلول أن القطاع اليوم متجه للفنادق المميزة والفنادق اللي فيها خدمات تعطي يعني خدمات أفضل للزبون، وتضيف للقطاع العقاري بتميزه بالفخامة. السيد عبد الرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا، في هذه اللحظات سنقف مع حضراتكم مع افتتاحية مؤشر البورصة القطرية وأهم النتائج المالية خلال الساعات الماضية. مشاهدي الكرام، أول الشركات المعلنة عن أرباحها خلال الأسبوع الحالي هي شركة قطر لنقل الغاز ناقلات، وفي بياناتها المالية
أعلنت الشركة عن ارتفاع في أرباحها عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة بلغت 13% على أساس سنوي، وصلت الأرباح إلى 1,135 مليون ريال بالمقارنة مع حوالي 1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. بالنسبة طبعا لهذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 20 درهما للسهم مقارنة ب 18 درهم للفترة المقابلة من العام 21. بلغت أرباح الربع الثالث من العام الحالي كما نتابع مستوى 405.5 مليون ريال مقارنة بقرابة 348 مليون تم تحقيقها بنهاية الربع الثاني، وبنسبة نمو بلغت 16.6%. في بيان نشرته بورصة قطر، أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة لنقل الغاز والشركات العاملة في حوض السفن بنسبة وصلت إلى 47% لتصل إلى 507 ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 21. وهذا وسجلت إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات ارتفاعا أيضا بنسبة وصلت إلى 15% لتصل إلى 40 مليون ريال في مقابل 35 مليون ريال سجلت لنفس الفترة من العام السابق. كما يعود الارتفاع في الأرباح الصافية أيضا إلى ارتفاع إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وإيرادات أخرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 52.8 مليون في مقابل 13.6 مليون سجلت لنفس الفترة من العام السابق. في أخبار الشركات أيضا الأخرى، شركة استثمار القابضة أعلنت عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان بهدف التعاون مع في إطلاق مشاريع استثمارية تنموية في مجالات السياحة والضيافة والرعاية الصحية والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وفقا للاتفاقيات الموقعة، ستقوم استثمار القابضة من خلال شركتها المتخصصة في التطوير السياحي استثمار فينتشرز بالعمل مع صندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان بتطوير مشروعين للضيافة على الساحل الرملي لبحر قزوين. كما ستقوم استثمار القابضة أيضا بالتعاون مع الصندوق الاستثماري الكازاخستاني لاستحداث منشأة للرعاية الطبية في مدينة أستانا من خلال شركتها المتخصصة إليجانسيا للرعاية الصحية. هذه الاتفاقيات كما نعلم وقعت على هامش المنتدى كازاخستان قطر للاستثمار الذي عقد في أستانا عاصمة كازاخستان. هذه الصورة في البورصة القطرية في هذه اللحظات، كما نتابع 12658 نقطة، المؤشر العام مرتفع 20%، أحجام تداول 30 مليون سهم قيمتها 80 مليون ريال عبرة في 3255 صفقة. أداء القطاعات، النقل 3.4% مرتفع، الصناعات يقترب من 0.5%، 0.25% في القطاع العقاري، البضائع والخدمات الإسلكية 20% ارتفاعات، التأمين مرتفع ب 18% ارتفاع طفيف في البنوك، والاتصالات يسجل انخفاض ب 34%. هذه الشركات النشطة، الريان بحوالي 12 مليون ريال، كيو أم بي حوالي 9 ملايين ريال يتم التداول عليه، استثمار القابضة 7 مليون ريال و 148 ألف، ناقلات 5 مليون وحوالي 400 ألف ريال يتم التداول عليها. أيضا الأكثر انخفاضا فودافون بأكثر من 1%، المجموعة الإسلامية القابضة ب 66%، بنك قطر الأول بحوالي 63%، ولدينا أيضا ودام المنخفضة عند 54%. الشركات المرتفعة، الخليج التكافلي بالصدارة مع ارتفاعات تقترب من 3%، استثمار القابضة بحوالي 2.5%، الخليج للمخازن ب 2.25%، والإيجارة عند حوالي أكثر من 2% ارتفاعات.
مشاهدينا في هذه اللحظات نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد علاء الشيخلي محلل الاسواق الماليه. صباح الخير سيد علاء. دعنا نبدا مع قراءه في نتائج ناقلات ارتفاع على صعيد الايرادات والارباح التشغيليه وسهم يتفاعل بشكل ايجابي اليوم. اسعد الله صباحكم كل خير. صباح المشاهدين الكرام. حقيقه اداء ممتاز للتسعه اشهر، ارتفاع في صافي الارباح بمعدل 13% وصولا الى مستويات المليار و135 مليون مقابل مليار حققها خلال التسعة أشهر المجمعة للعام الماضي. كذلك على أساس ربع سنوي إحنا أيضا حققت الشركة أكثر من 400 مليون، وهي نتائج أفضل من الربع الأول والربع الثاني إذا قارناها على أساس فصلي، وكذلك أفضل من أداء الفصلي للعام الماضي. طبعا هذا الشيء يعكس عدد من الأشياء أو نتيجة لعدد من الأشياء، أولها حجم الطلب المتزايد على الغاز، ولما كانت الدولة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي وباعتبار شركة ناقلات هي ذات الأسطول الأكبر يمكن حول العالم في مجال نقل الغاز الطبيعي. كذلك ارتفاع حصة الشركة أو أرباح الشركة من المشاريع المشتركة بنسبة تقارب لـ 47%، وانخفاض جزء من مصاريفها العمومية بما يقارب 5%. كذلك استفادة الشركة من ارتفاع أسعار الفائدة، يعني شفنا الربع الحالي وصول الإيرادات الفوائد إلى ما يقارب 50% مقابل يمكن 12 أو 13 أو 50 مليون مقابل 12 أو 13 مليون خلال الفصل أو الفترة المقابلة للعام الماضي. كذلك لاحظنا أيضا نمو في أسطول البحري بمعدل 4 شاحنات، الأمر اللي مثل ما ذكرنا أنه يعكس أو 4 سفن، الأمر اللي يعكس بكل تأكيد تزايد حجم الطلب على الغاز الطبيعي بسبب ما يحدث في أوروبا من 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 صراع ما بين الاتحاد الأوروبي وكذلك دول روسيا. كذلك شفنا أيضا زيادة في إيراداتها من الخدمات البحرية بمعدل 15%. فجميع المؤشرات اللي أظهرتها الشركة، كذلك تحسن في مؤشرات السيولة، جميع المؤشرات اللي أظهرتها الشركة خلال الربع الحالي كانت إيجابية، يعكس نظرة مستقرة لوضع الشركة بشكل عام ولمستقبل الاندستري أو لمستقبل صناعة الغاز بصفة عامة بإذن الله تعالى. بالنسبة للمستثمر في السوق، ما الذي تشكله أسهم طويلة الأمد مثل ناقلات على صعيد تنويع الاستثمارات خاصة في ظل التقلبات التي نشهدها حاليا؟ طبعا بشكل أساسي يعني المتداول أو المستثمر بشكل عام لازم أن يكون عنده جزء من محفظته مخصص للاستثمار طويل الأجل في الشركات اللي احنا نطلق عليها نقول عنها أسهم القيمة أو البلو تشيبس كومبانيز، اللي هي الشركات اللي متوقع أن يكون في لها زيادة في أرباحها خلال الفترات المقبلة بالنظر إلى مستقبل الاندستري. فمثلا نتحدث عن شركة مثل شركة ناقلات، والزيادة اللي قاعدة تحصل في حجم الطلب على الغاز الطبيعي، وكذلك توجه الدولة إلى توسعة مشروع حقل الشمال وزيادة طاقتها الإنتاجية خلال العامين أو الثلاثة المقبلين بشكل أساسي راح ينعكس على الشركات اللي عاملة في مجال نقل الغاز، وأحدها اللي هي الناقلات. كذلك لا نتحدث فقط عن الناقلات، بل نتحدث عن شركات أخرى تمثل أو تصنف على أن هي أسهم قيمة في ثبات في توزيعاتها النقدية. حركتها أو تذبذبها السعري ليس كبير بالتزامن أو ليس كبير بشكل يتوازن مع تحركات السوق. نتحدث عن ناقلات، نتحدث عن صناعات، نتحدث عن بعض الأسهم اللي في القطاع البنكي مثل كيو ام بي، مثل الريان، مثل المصرف، مثل الدولي. كذلك نتحدث عن بعض الأسهم في القطاع الصناعي مثل صناعات ومسيعيد، وبعض الأسهم ايضا في القطاع الخدمات. هذه الأسهم من الضروري جدا ان كل مستثمر يكون فيها نصيب في محفظته للاستفادة من عوائد التوزيعات النقدية وكذلك من النمو المستقبلي. ايضا نقطة مهمة اللي هي ما يسمى بتوسيط التكلفة، بمعنى أن المتداول أو المستثمر عليه أنه هو يدخل على فترات مجزأة أو على فترات متقطعة، يعني لا يدخل مرة واحدة في سعر واحد، وإنما المبلغ المخصص للاستثمار عليه أن يقوم تقسيمه بأكثر من جزء، وذلك لخفض التكلفة وبالتالي الاستفادة بشكل أفضل من عوائد التوزيعات النقدية. لدينا اليوم نتحدث عن مجموعة من الشركات، منها شركات قيادية في عدة قطاعات والنتائج بشكل كبير إيجابية، لكن ضعف السيولة لا يزال هو المسيطر على تحركات المستثمرين وعلى أداء المؤشر. لماذا هذا الضعف وإلى متى سنظل نتحرك في هذا الإطار من مستويات السيولة؟ نعم، أنا أتفق معك في نقطة انخفاض السيولة. يمكن الأسبوع الماضي شهدنا انخفاض في مستويات السيولة ب 16% في قيم التداولات
ب23%. طبعا حقيقه الانخفاض السيوله في السوق او التراجعات اللي قاعد نشهدها احنا مش بس السوق اللي قاعد يشهدها خلال الفتره الحاليه، وانما اسواق الخليج بصفه عامه. يعني الاسبوع الماضي كان ايضا مؤشر تاسي كان هابط بمعدل يمكن 2.8. سوق ابو ظبي، سوق دبي ايضا كان على هبوط بمعدل 1%. سوقنا ايضا اغلق على هبوط بمعدل 2.4%. انخفاض احجام التداولات او انخفاض السيوله اثناء الهبوط يعد شيء ايجابي، بمعنى انه هو عدم وجود عمليات بيع كبيره، وبالتالي يعني تشكل او تعطي انطباع في انه عدم وجود عمليات وبيع، وبالتالي ان معظم عمليات البيع اللي قاعد تحصل هي عمليات قد نقدر نقول عنها هي للمتداولين الافراد اكثر من ان هي انستتيوشنال اكت، او ان هي تكون تحركات للمؤسسات الاجنبيه. بل على العكس تماما، كحال المؤسسات الاجنبيه شفنا ان هي قاعده تزيد حصصها في السوق. يمكن الاسبوع الماضي كان صافي الشراء المحافظ الاجنبيه ما يقارب 140 مليون، وان كانت اقل من الاسبوع السابق، لكن هم لا زالوا على صافي شراء يمكن من بدايه العام حتى الاسبوع الماضي وصل يمكن حجم الشراء اكثر من 4.11 مليار. طبعا العامل المؤثر الاكبر حتى اللحظه يمكن اللي هو المؤثرات الخارجيه والتقارير اللي صادره من الاي ام اف، صندوق النقد الدولي، وكذلك التقارير الاخبار اللي وارده من هنا وهنالك من فيما يتعلق ب باسعار الطاقه، والخلاف الحاصل حاليا ما بين منظمه الاوبك والدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. نعم. وكذلك الاخبار الوارده والمتعلقه بزياده حده الصراع بعض الشيء ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا كل هذه العوامل تلقي بشكل او باخر بظلالها على معنويات المتداولين خلال الفتره الحاليه. علاء الشيخ لي محلل الاسواق الماليه، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. والآن مشاهدي الكرام إلى اقتصاد المونديال.
Garde un souvenir de moi, je fais des kilomètres, les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur. نجاح رياضي وكروي جديد يضاف إلى سجل دولة قطر، حيث أعلن منذ قليل عن فوز دولة قطر رسميا باستضافة وتنظيم كأس أمم آسيا للعام 2023. جاء ذلك خلال الاجتماع 11 الذي عقده المكتب التنفيذي برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وهنأ الشيخ سلمان الاتحاد القطري لكرة القدم على ملف الاستضافة الناجح، مؤكدا أن قدرات قطر وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى واهتمامها الدقيق بالتفاصيل هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم. وقد نشر الاتحاد القطري لكرة القدم على موقعه الرسمي في موقع تويتر فيديو للإعلان عن هذا الفوز القاري الجديد الذي يعقب استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. طبعا مشاهدينا نبارك لدولة قطر هذا الفوز، وقطر من نجاح إلى نجاح دائما بمشيئة الله. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة والشركاء في أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والجهات التنظيمية عن جاهزية منفذ أبو سمرة البري لاستقبال جمهور المونديال اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر المقبل وحتى انتهاء البطولة. وفي مؤتمر صحفي أعلنت وزارة الداخلية مختلف الإجراءات المطلوب اتباعها عند الوصول إلى منفذ أبو سمرة البري حسب بطاقة هيا الممنوحة لكل فئة من فئات الجمهور. وقد شهد المنفذ العديد من خطوات التطوير، من أبرزها زيادة عدد كاونترات الجوازات في المنفذ وتخصيص خيمة مهيئة لاستقبال أكثر من 4000 شخص في الساعة الواحدة، إلى جانب توفير وسائل نقل مريحة مجانا من المنفذ إلى منطقة المسيلة وسط الدوحة وإلى منطقة الأهل والأصدقاء بالجلايل على بعد كيلومترين من المنفذ. المشجع الراغب بدخول بالمركبة بتصريح استثنائي، وهو من أهم الشروط أن يكون حاجز إقامة عبر منصة هيا لمدة لا تقل عن 5 ليالي، واتباع الإجراءات الأخرى ومنها وصولا إلى دفع الرسوم 5000 ريال. ننوه هنا أنها بتكون غير قابلة للاسترداد وصالحة للدخول لمرة واحدة فقط. ثم انتقلنا إلى مشجع اليوم الواحد، وطبعا مشجع اليوم الواحد هو اللي بيحضر المباراة، لا يلتزم لحجز فندقي ولكن يتعين عليه حجز مسبق لموقع السيارة، والذي سيكون لأول 24 ساعة بالمجان. نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جولة صحفية في مركز خدمات بطاقة هيا الجديد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية العالية لتقديم الدعم لجمهور كأس العالم فيفا قطر 2022. هو
هو المركز الثاني لخدمة بطاقة هيا الذي تفتتحه اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مؤهل لتقديم دعم مباشر لثمانين مشجعا خلال الدقيقة الواحدة عبر فرق متخصصة ترد على جميع استفساراتهم المتعلقة ببطاقة هيا، فضلا عن تقديمه لخدمة طباعة البطاقات الفورية. من شهر ثلاثة إلى الآن كان الدعم خلينا نقول الغير 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 فعلي الغير مرئي، كان كله يكون الدعم عن طريق الهاتف اللي هو في الكول سنتر أو عن طريق الإيميلات. حاليا جاء الوقت اللي احنا نقدر ندعم المشجعين على أرض الواقع، ناس ما يقولونها فيس تو فيس، نقدر نخدمهم بالأشياء اللي يبونها كبطاقة كطباعة بطاقة كأي استفسارات، نقدر احنا نخدمهم في هذا المركز. بمعدل 12 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع وحتى 23 من شهر ديسمبر القادم، يستقبل المركز الرئيسي الجديد مشجعي البطولة ممن قد يواجهون صعوبات فنية في استخدام بطاقة هيا، ليضاف بذلك إلى مركز صالة علي بن حمد العطية ومكاتب أخرى منتشرة في كل من منفذ أبو سمرة الحدودي والفنادق ومناطق أخرى من الدولة. بطاقة هي إيه منفذك أو بطاقة دخولك لقطر؟ طبعا إضافة إلى مفتاح الدخول هذا، ممكن أنك أنت تستفيد من أبليكيشن هي أو بطاقة هي بدخولك إلى كل الفعاليات الترفيهية، استخدامك للنقل العام، وطبعا بحكم شرائك للتذكرة وحصولك على أبليكيشن هي ممكن أنك أنت ممكن يكون هذا منفذك للدخول إلى المباريات. تأكيد على الدعم والترحيب وسلاسة الإجراءات المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 تجدده لجنة المشاريع والإرث يوما بعد يوم، وتدعو من خلاله الجماهير إلى اكتشاف الدوحة والاستمتاع بنسخة مونديالية استثنائية. على صعيد آخر مشاهدينا، أعلنت المملكة العربية السعودية أنه يمكن لحاملي بطاقة هيا الخاصة بكأس العالم قطر 2022 من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة. وقال مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية سيد خالد الشمري في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية السعودية أن هناك بعض الضوابط الخاصة بتأشيرة حاملي بطاقة هيا، موضحا أنها مجانية من دون رسوم ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة تأشيرة. وستكون التأشيرة صالحة لدخول المملكة اعتبارا من 11 من نوفمبر المقبل وحتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم الموافق 18 من ديسمبر من هذا العام، كما أن التأشيرة صالحة لعدة سفرات حيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها في أي وقت خلال فترة صلاحيتها. تواصل مدينة الدوحة وضع لمساتها الأخيرة قبيل انطلاق منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تتسارع وتيرة الاستعدادات في جميع مناطق البلاد في شوارع الدوحة ومبانيها بحضور تميمة كأس العالم لعيب على ساحات وشوارع الدوحة المزدانة بالشعارات ولافتات الترحيب التي غطت المباني وواجهات الأبراج في معظم نواحي البلاد. ويأتي وضع الشعارات تنفيذا لمبادرة زينة لتجميل المباني والأسوار والمناطق الخارجية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وعدد من الوزارات. أعلنت قطر للسياحة عن إطلاق أداة ويدجت عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات في البلاد، وذلك بهدف الترويج للفعاليات والمهرجانات المقامة في أنحاء قطر كافة، حيث ستزود هذه المنصة المتصفحين على الفور بقائمة محدثة من الفعاليات والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء قطر، كما أنها تتيح لشركائها إمكانية الاستفادة من رزنامة قطر للفعاليات والمهرجانات بما في ذلك تواريخ وأماكن إقامتها. ويشار إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وفي وقت تزداد فيه وتيرة الفعاليات. فينا بيعني في حياة، فينا بيعني في أمل، ما نعترف إحنا فينا والمعجزة فينا تحسن، فينا بيعني في عمر نحقق أمانينا، إن بكل ليلة في ضربة ينبض من أي حي. Oh, your dreams will
From the Gulf, the Khalid, pride from the Middle East, light up all the street lights. Light 'em up. From the East to the West, ain't nobody do it better than us. No, 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 no. It's a celebration. Wave your flag, left, right, yeah, Dana. Dana, 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 Dana. Here we unite, yeah, Dana. دانا 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 حلمه صار بعيد خدانا كل هالعالم يرانا كل شي يبدي بفكرة فكرة ما تنطر لبكرة كل شي بصرار يحصل كلنا يلا نرى معانا فاصل قصير مشاهدي الكرام، ومن ثم لنا عودة لباقي فقرات جلسة الأعمال، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث إن المنظمة لا تتحكم في أسعار النفط، مشددا على أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط، مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج كان فنيا بالأساس. وفي الخامس من أكتوبر أعلن تحالف أوبك بلس أعلن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا عقب اجتماع عقد أول مرة بشكل مباشر منذ مارس 2020 في العاصمة النمساوية في فيينا. وردت السعودية على انتقادات وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هذا القرار، قائلة إن الخطوة تستند فقط إلى عوامل اقتصادية بحتة تستهدف تجنب تقلبات سوق النفط. وللمزيد من التفاصيل نرحب وإياكم بالسيد عامر الشوبكي الذي ينضم إلينا من الأردن، الخبير في شؤون الطاقة، وينضم إلينا أيضا السيد ناصر زهير الخبير الاقتصادي من جنيف. سيد عامر، بداية، كيف يمكن أن نقيم رد فعل الأسواق عقب مرور أكثر من 10 أيام على قرار تخفيض الإنتاج بمليوني برميل؟ تحية لك مروان وللمشاهدين. أعتقد بأن الأسواق تلقت دفعة سعودية، أسعار النفط كسبت تقريبا من 10 إلى 15 دولار بعد قرار أوبك بلس بتخفيض 2 مليون برميل من الإنتاج اليومي، إلا أن الأسعار تراجعت اليوم إلى 92 دولار لبرميل برنت. وأعتقد بأنه لولا قرار أوبك بلس لرأينا الأسعار في السبعينات لأسعار النفط سواء الأمريكي أو برنت. بالتالي هنالك مخاوف الركود المتزايدة والتوقعات بأن الاحتياط المركزي الأمريكي سيستمر ب رفع أسعار الفائدة. هنالك بيانات التضخم التي كانت دون المستوى المطلوب مؤخرا، الكاستمر برايس أيضا، الأسعار الأساسية كور كاستمر برايس أيضا تلقت دعم في معدلات التضخم الأمريكية من 6.3 إلى 6.6. بالتالي أيضا معدلات التضخم الرئيسية بقيت عند مستوى 8.2 تقريبا، فقط انخفاض 0.1%، وهي دون المستويات المطلوبة عند أسعار فائدة الآن مرتفعة من 3 إلى 3.25%. لذلك المتوقع أن يكون في اجتماع الفيدرالي القادم الشهر القادم زيادة بواقع 75 نقطة في سعر الفائدة، مما يعمق الشعور بالركود عالميا. وبالتالي كانت هنالك أسباب موجبة لقرار أوبيك بلس للمحافظة على أسعار فوق 90 دولار إلى 100 دولار في الفترة الحالية أو الشهر الحالي، عدا الدعم الذي ستتلقاه الأسعار أيضا
في شهر نوفمبر مع دخول فصل الشتاء، وشهر ديسمبر مع دخول العقوبات، حيز التنفيذ العقوبات الأوروبية على النفط الروسي. نعم. نعم. طب هل تعتقد الآن في ظل هذه الظروف سيد عامر أنه ربما قد يكون هناك بعض التراجع مستقبلا عن موقف أوبك الحالي، أم أنها برأيك ستواصل دفاعها القوي عن حتمية تخفيض الإنتاج لضبط السوق؟ نعم، الآن دول أوبك بلس تدافع عن قرارها الحالي بأنه كان ضمن الآلية الفنية للأسواق وبالتالي استجابة لتحرك الطلب العالمي، وبالتالي لا أتوقع أن يكون هنالك تراجع، حتى لو كان تراجعا سيكون في بداية العام القادم، لأن اجتماع أوبك بلس في 5 ديسمبر القادم سيحدد السياسة الإنتاجية في النصف الأول من العام القادم حسب قرارات المؤتمر الأخير، وبالتالي إذا كان هنالك تراجع لا أعتقد أنه حتى الآن هنالك دعم حتى من دول أخرى داخل أوبك في قرار السعودية وأوبك بلس في تخفيض الإنتاج، دعم من الإمارات، من البحرين، من الكويت، من عمان، من الجزائر، من العراق، حتى على صواب قرار أوبك بلس في تخفيض الإنتاج بهذا الكم الكبير. نعم. نعم. سيد ناصر جهير في جنيف، كما نتابع يعني توترات اقتصادية في أوروبا، مظاهرات يومية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، كيف يمكن أن نقرأ المشهد الاقتصادي الآن في القارة العجوز التي يبدو أنها أكبر المتضررين حاليا؟ نعم، تحياتي للجميع. يعني الآن المشهد الاقتصادي هو سيء جدا في دول الاتحاد الأوروبي، لأن هناك احتجاجات شعبية بدأت تخرج إلى الشارع احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا ضعف حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات الأوروبية أو غياب قرارات بحزم التحفيز من المفوضية الأوروبية. أكثر ما يخشاه الأوروبيين بأن نبرة أننا نواجه أزمة اقتصادية عابرة بدأت تتغير لتتحول إلى أزمة اقتصادية مستدامة، بمعنى أن طالما أن حرب أوكرانيا لازالت مستمرة فإن هذه الأزمات الاقتصادية ستكون متصاعدة في دول الاتحاد الأوروبي. هناك دول كثيرة بدأت شعوبها تتململ وتخرج إلى الشارع كما حدث في إيطاليا، فرنسا، بالإضافة أيضا إلى جزء مهم من ألمانيا. ولذلك الآن المشهد الاقتصادي هو سيء جدا، آلية النمو الاقتصادي ضعيفة جدا، إمكانية أن يكون هناك تحركات أو حزم تحفيز اقتصادية أوروبية أيضا يبدو بأنها ضعيفة، لأن ألمانيا قررت حزم تحفيز ب 200 مليار يورو لم تعطي أو لم تدفع بجزء لأن يكون لدينا آلية حزم تحفيز اقتصادية أوروبية. ولكن في الإطار الآخر لازلنا ننتظر القمة الأوروبية في 2021 حتى نرى ما هو شكل المواجهة الاقتصادية التي يريد القادة الأوروبيين التوصل إليها. ولكن في الإطار الاقتصادي الشامل نحن في وضع سيء جدا هنا في أوروبا. الحكومات بدأت تستشعر بأن هناك حالة من الغضب العارم من قبل الأوروبيين الذين بدأوا يتأثرون فيما يتعلق في القوة الشرائية، أي بمعنى المساس بشكل مباشر في قوت المواطنين أو فيما يتعلق في ما يسمونه هنا القوة الشرائية وإمكانية أن يستمروا في هذه الحالة. نعم. سيد ناصر، ماذا عن الاقتصاد البريطاني؟ وهل برأيك تعتقد أن حكومة ليستراس ستمضي في خططها الضريبية، أم أن الضغوط التشغيلية ربما قد تشكل عائقا أمام ذلك؟ أعتقد بأن الضغوط الموجودة الآن على حكومة تراس وعلى سياساتها المالية ستغير من آلية السياسات الضريبية، لأن تراس أولاً أقالت وزير المالية، ثم الآن لدينا أيضاً ضغوط حتى من المحافظين على تراس من أجل تغيير السياسات الضريبية. ولكن المشكلة هنا بأن هناك حالة فوضوية في بريطانيا الآن فيما يتعلق في توجهات السياسة المالية بالنسبة لها، وأيضاً علاقاتها الخارجية، لأنها كانت تعتمد بجزء أو بآخر على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وإمكانية أن يكون هناك شراكة اقتصادية تسند أو تدفع لنوعا ما تخفيف الأعباء الاقتصادية على بريطانيا. بايدن انتقد سياسة تراس الاقتصادية، ولذلك أصبح الأمر ضبابي جدا، وأصبح الأمر سيء. ولذلك هناك توقع بأمرين، الأمر الأول هو تغيير السياسات المالية لليز تراس، الأمر الثاني وهو الأسوأ بأن هناك جزء من المحافظين الآن يضغط من أجل استقالة تراس التي يتهمونها بأنها كانت فوضوية جدا في سياساتها المالية وتسببت بانهيار الاسترليني وتسببت بأن يكون لدينا ضعف وانهيار حتى للأسواق البريطانية. نعم. سيد عامر، الأمين العام لمنظمة أوبك
قال بأنه أو ربط الاستثمار بقطاع النفط باستقرار الأسواق، وقال أنه الصناعة النفطية تحتاج إلى 12 تريليون دولار استثمارات حتى العام 2045. هل بالفعل لدينا تراجع في الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط؟ بالتأكيد هناك تراجع في الاستثمارات، بدأ منذ العام 2018 إلى تقريبا العام 2021، والعام 2022 تلقى ربما دعم قليل حتى لم يصل إلى مستويات الاستثمار التي كانت موجودة في الخمس سنوات ما بين 2012 إلى 2017. كانت المستويات الاستثمارات العالمية أكثر من 500 مليار دولار سنويا، الآن خفضت إلى قرابة 200-250 دولار مليار دولار سنويا، وبالتالي هناك انخفاض كبير. وخير دليل على ذلك عدم وصول أو عدم قدرة العديد من دول أوبك أو المنتجين للنفط للوصول إلى حصصهم الإنتاجية أو إلى الإنتاج الذي كان موجود بالفعل قبل جائحة كورونا. تأصل هذا الانخفاض في الاستثمار في القطاعات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا ضمن جائحة كورونا في العام 2020، فبالتالي هنالك بالفعل نقص في الاستثمارات العالمية وبحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لمواكبة نمو الطلب العالمي وبالتالي تلبية حاجة الأسواق من النفط. وأيضا هذا ينعكس على الاستثمارات في الغاز، لولا الاستثمارات القطرية التي قامت بها مؤخرا قطر في حقل الشمال هنالك ضعف أيضا في الاستثمارات في العالم بخصوص الغاز الطبيعي، وبالتالي أيضا هذا مؤشر ويدل على ارتفاع أسعار الغاز التي ما زالت أيضا بعيدة عن الأسعار رغم انخفاضها طبعا في الفترة الأخيرة، ما زالت بعيدة عن الأسعار التي كانت متوفرة في العام الماضي ارتفاعا. الآن أسعار حسب TTF الهولندي قرابة 136 يورو للميجاوات ساعة، وكانت قرابة أقل من 15 يورو في العام الماضي. كذلك في الأسواق الأسيوية الآن حول 27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت أقل من 10 دولار في العام الماضي، أقل من 8 دولار، وبالتالي هنالك ارتفاع في الأسعار نتيجة نقص الاستثمارات في الطاقة بشكل كامل سواء الغاز أو النفط. نعم سيد ناصر، أيام قليلة مرت على مناقشة وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي إقرار رسوم غير متوقعة تفرض لمرة واحدة على أرباح شركات الطاقة. اليوم النمسا تقول أنها قد تقوم بالفعل بتطبيق هذه الرسوم، كيف سيؤثر ذلك على الشركات خلال الفترة المقبلة؟ الأمر هنا فوضوي، يعني بمعنى ليس هناك مؤشرات واضحة كيف سيكون تأثير هذا القرار، لأننا نتعامل مع أمرين: أولا فرض رسوم على شركات الطاقة، ثانيا فيما يتعلق في مساعدة شركات الطاقة، أو دعني أقول فيما يتعلق في خفض التكاليف أو تكاليف الطاقة، لأن هناك أيضا توجه لتحديد سعر للغاز الذي يستخدم في استخراج أو في إنتاج الكهرباء، ولذلك لا يوجد أي آلية. على سبيل المثال أيضا هنا في فرنسا أو في جانب التوترات الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي، فرنسا بالخصوص تعيش حالة من الإضراب بالنسبة للعاملين في شركات الطاقة ومصافي الطاقة، ويقولون بأن شركة توتال على سبيل المثال حققت أرباح هائلة ولم تعطي أي زيادات بالنسبة للعاملين. أي أننا الآن نتعامل مع أمرين: الأمر الأول الأرباح التي تحققها شركات الطاقة، الأمر الثاني ارتفاع تكاليف الطاقة والتكاليف على المواطنين. كيف سيكون تأثير هذه الرسوم التي نتحدث عنها؟ الأمر ليس واضح إلى حد هذه اللحظة، ربما يكون سيء وربما يكون إيجابي بحسب كل شركة كيف ستتعامل مع الأمر، وكل حكومة كيف سيكون لديها أيضا شراكة مع شركات الطاقة، لأنه بالمطلق هناك أحزاب من اليسار الفرنسي تقول مثلا بأنه لا يمكن أن تترك شركات الطاقة تتحكم في الآلية التي تعطي الأسعار أو تحدد الأسعار بالنسبة للمواطنين، بمعنى أن هناك شركات تحقق أرباح هائلة على حساب جيب المواطن من دون تدخل الحكومات التي ترى بأن هذه أسواق حرة لا يمكن التدخل فيها. نعم سيد ناصر زهير من جنيف الخبير الاقتصادي، نشكرك جزيل الشكر، وأيضا السيد عامر الشوبكي من عمان الخبير في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدي الكرام نشكر لكم أنتم أيضا متابعتكم، نلقاكم غدا إن شاء الله في ذات الموعد. إلى اللقاء. ملفات جديدة ومواضيع جديدة طبعا ستكون معنا مشاهدينا، إلى اللقاء.